عندي واحد رسالة للناس اللي كيتابعوا كي الناس الغيورين على المسرح بصفة عامة، لا في مدينة مكناس ولا في المغرب كامل. الرسالة ديالي هي اننا الامتى غادي نبقاو هكا كنعانيو في هاد يعني في هاد يعني في هاد المدينة من طرف الناس المسؤولين على المسرح في هاد المدينة نيت. علاش المشكل اللي وقع لينا هو اننا حنايا وعدونا على اساس اننا هاد النهار هذا غادي نتسلموا الجوائز ديالنا قدام يعني قدام الجمهور قدام يعني الممثلين، وغادي تكون يعني حنا غادي نكونوا يعني غادي يعني هذا كشرف لينا، يعني غادي يكون كتحفيز كتحفيز للشباب ومطبيعة الحال هذه نعم. كإطلاله يعني كإطلاله على الاحتراف يعني من عند هاد الناس هادو. الشيء اللي وقع هو اننا كنوقعوا دائما في نفس المشكل، هو ان الاحياء اللي ديك السنه كاينين بعض الدراري اللي ربحوا ودازوا في الاحياء نيت مازال حد الان ما تسلموش الجوائز ديالهم. وهذا النهار هذا وقعنا في نفس المشكل، هو اننا لعبنا الاقصائيات يعني الفينال كان هذا النهار، وشنو وعدونا على اساس اننا اليوم غيكون الاعلان على الفائزين وعلى الناس اللي غادي يتسلموا الجوائز ديالهم وما كان والو. اذا غير التساؤل اللي غادي نطرح لك هو كانه انا بالنسبه للبرنامج ما ربما لم يدرج هذا يعني هذه المساله اللي كتقول ديال الاحياء. ثانيا الان ربما انه ما معروفش الفائز حتى في يعني في ديال الاحياء، يعني وضح لنا يعني المتلقي هذه النقطه هذه. اللبس فين كاين هو انه لما تعلن على اساس ذاك ديك السنه انه غيتقام برنامج وغادي يتقام يعني دوره الاحياء دوري الاحياء نعم. والناس اللي مشاركين فيه غادي ياخذوا الجوائز ديالهم يعني في يعني داز المهرجان وبقات كوعود حبر فوق ورق حتى الان ما تسلموش يعني الجوائز ديالهم ديال السنه ديالهم. يعني علاش ما هضرتوش حتى الان؟ ما عندناش ما نهضروا، هذا هو المشكل. القنوات يعني القنوات والاعلام مفتوح في مدينه مكناس، والاعلام ما نكذبش عليك اصلا ما كانش واحد المبادره لا من الدراري. اذا بعد غياب هذه الوعود والان انتم حضرتوا يعني في النسخه السادسه عشر للمسرح الوطني، ورغم ذلك الوعود لم تلبى، يعني شنو هو الخيار الان؟ الخيار الان هو اننا يا اما نشوفوا لنا حل مع هاد المسؤولين، يا اما الفن راه كيقتلوه في هاد البلاد، وهاد البلاد صراحه الا بقاو كيديروا لنا هاد الطريقه هادي فراهما كيقتلوا الشباب، وحنا الشباب المغربي خصو ماشي فرصه، خصو نص فرصه، وغايبين على امكانيات ديالو، عنده ما يقول، ولكن في ظل هاد التلاعبات وفي ظل هاد الزئبقيه اللي حنا كنعانيو منها صراحه حنايا الفن راه هابطين به لتحت، راه ما عمرنا غنطلعوا به. اذا بالنسبه للفرق اللي كانت مشاركه في مسرح الهوات كم يعني شحال كان العدد ديالها؟ مسرح الاحياء مسرح الاحياء نعم شي 21 فرقه يعني كتمثل مدينه مكناس مدينه مكناس كامله، يعني الاحياء ديال مدينه مكناس كلهم شاركوا، واللي بقاو تاهلوا 10 و10 هاد النهار دازوا في السي في المركز الثقافي الفرنسي، وكنا هاد النهار معولين على اساس انهم غادي يعلنوا علينا قدام الجمهور وقدام الممثلين، يعني غادي يكون واحد البادره طيبه زعما منهم حين، وغيكون لينا مزيانه. كنتفاجئوا بخبر على انهم كيقول لك سيرت الغدا ويجي تسمع واش ربحتي ولا لا، يعني باش انهم تعلنوا عليك كفائز قدام الجمهور استخسروها فينا هاد الطريقه هذه. ما فهمتش انا القضيه، واش ما فهمتش يعني ما فهمتش. اذا الجواب يظل عالقا الى حين رد الوزاره او الجهات المسؤوله سواء كانت مديريه الثقافه بمدينه مكناس او الوزاره الوصيه. كان معنا الاخ حمزه الخياطي ممثل مسرحي، نتمنى لك كل التوفيق وكلكم فائزون. شكرا في امان الله. شكرا. اذا مرحبا بكم في مدينه مكناس. شكرا. كيفاش كتحسوا الان وانتم كتفوزوا يعني بالجائزه الكبرى للمسرح الوطني الشرف لنا؟ هذه ثالث مشاركه لنا في مكناس، ثالث مشاركه كنحصلوا ثلاث مرات على الجائزه الكبرى. كل مشاركه كنجيو مكناس هذا الجمهور ديال مكناس كيشعلنا نفوزوا بهذه الجائزه. شكرا لكم، هذه ثاني جائزه كبرى. شكرا لمكناس وشكرا. شكرا لك. المستوى ديال النصوص يعني على المسرحيه كامله
باس بها، لكن كاين واحد شويه نقص نظرا لبعض التجارب اللي هي كل واحد كل منظور كيفاش كيشوفها. المساله اللي كاينه كاين عمليه تنظيميه اللي حقيقه كانت بعض الاحيان كيكون انفلات يمكن من الامن الخاص، الامن الخاص هو المسؤول الوحيد على ذاك الانفلات. كانوا كيرتكبوا اخطاء ما كانوش كيعرفوا الناس اللي هما في الميدان الفني والميدان المسرحي، بحيث بعض الاحيان حتى رئيس المصلحه الثقافيه ديال الجماعه الحضريه تمنع من دخول القاعه، شيء غريب. كانت هذه مفاجاه ديال المهرجان، ليست مفاجاه النتائج بل مفاجاه كبرى، وهي منع السيد رئيس المصلحه من الدخول الى القاعه، شيء غريب. يعني اللي كنتمنى ان المستوى ديال المهرجان يصلح، يكون شي اجتهاد اخر، شي منظور اخر، رجعنا الايام الاولى ديال المهرجان. ما يلقاها هو انا كنظن من احسن غير يشتهي من الكلاس. شكرا لك. هذا الملهيسي. ركزة. وطبعا. Pour le spectacle en haute mer, Tariq Rib, ce sont eux les salauds, et Abdelhaï Serrouchni, schizophrénie. Et le gagnant est Rachid Khtabi. المرشحون الحسين الشعبي في نص مسرحية الساروث، أمين غوادة في مسرحية الرابوز، وإمام الرغاي اشتغلت في التلفازة، والفائز إيمان الرغاي. الفائز مناصفة بين عبد المجيد الهواف وجواد سنة. في هذه الجائزة، وعلى هذا أن المناقشة كانت كبيرة جدا في نطاق
نجدها وهذا شيء طبيعي. اقنعني اقنعك كل واحد يدلي في حججه وبمبرراته الى اخره. فالمرشحون طبعا ثلاث كلهم ناجحون مثل الاخرين قلنا من قبل. المرشحون مسرحية هم الأول. ترشيح ثاني مسرحية شكوني تبي تلقاها. ترشيح ثالث كما رحت للجنة وتوصلت إليه مسرحية بين بين. وهنا نصل إلى المسرحية الفائزة في هذه السنة الجائزة الكبرى. وطبعا أعطى هذه المسرحية عندما أعلن عنها سيشرفوننا بحضورهم إلى هنا. المسرحية الفائزة بالجائزة الكبرى مسرحية بين بين. السيدة الكاتب العام لوزارة الثقافة يسلم الجائزة الكبرى للفائز في هذه الدورة، الدورة السادسة عشر للمسرح الوطني والذي احتضنته حاضرة إسماعيلية مكناس من 9 إلى 10 التي عرضت في المعرض الثقافي الفرنسي وكان تجربة رائعة مع الجمهور. احتضنته الحاضرة الإسماعيلية إلى 9 مع الجماعة الحضرية لمكناس وأيضا بالتعاون مع ولاية المكرمين برجاء سي بليسي سي حسن المنيعي تفضلوا معنا. بغينا صورة شاملة كنا نتمناو أن الممثلة مصاح مستوى مصاح في هذا خذوا أكثر هو بالمور الشباب. كنا بغينا نطوره نكتبوا النصوص كثيرة وكنا بغينا نعينوا على المسرح في هذا. كاين الشباب إبداعات الشباب وإبداعات الحلقة. شنو رأيك في العروض اللي دازت بالنسبة للجوائز اللي تعطات؟ الجوائز اللي تعطات شوية صعيبة. عليات كاينة مشكل. أولا تسدت علينا البيبان، جوج بيبان هذيك النهار تسدوا علينا البيبان ومن بعد منا البيبان. تي واحد بغى يعرض خذوا ديال الدعوة ديال المصاحات اللي تعرضت للمصاحية. هذا مشكل خصو أخ صحي خصو يحلنا هاد المساكين. كاينين شباب كاينين مبدعين كاينين فنانة. أذكر عمهم أذكر المرحوم أحمد بن كيران ذكرت في هذه السنة عليا. أكيد شي فنان أنا درتي مهرجان وتكررت في المرحومة فاطمة الشبشوك. أولا تطلبوا الوزارة كاملة وصية ثم يجونا قاعة المسرح قاعة كبيرة تاع المسرح هاد المدينة مش البلدي خلصوا هذيك المنح حتى تمشي للجمعيات واللي تيخدموا بها ينوضوا بنيونا قاعات اللي حنا ضايعين في هذه العاصمه تمكنات. ثم يبنيونا قاعات. فين هي قاعه العروض؟ فين هي قاعه السينمات؟ كاين كلشي تيتسد والمرجوعيه لينا حنا كفنانين
غادي ندعو الثلاثة التلفزيونية وندعو السينما المغربية وندعو بيت بيت ونعطيو التجربة أكثر ونجرحو مع الجمهور. علاش الجمهور؟ الجمهور هو فرجة وحنا فرجة وبالحق ولينا تنشوفو البيبان تيتسدو. هي ديال هاد السنة كيظهر؟ نتاع الأحياء ديال هاد السنة مستوى كبيرة وجاي يشارك فيها كفنان كبير. نصاحية الإخرة ديال الكبير رقاقنا معترف بها فنان كبير. النصوص صعيبة فيها الحرية فيها الناس اللي تينعسو فيها في الخيريات، الناس اللي تينعسو فيها في السبيطارات، الناس اللي تيحمقو فيها في الشارع، الناس اللي تيتصدو لهم الشريع يعطيهم ليبرا الدروقة ويرتاحوا. فيها بزاف معاناة. هاد المعاناة أنا من داول حكيت خطة خرجت فنانة بقيت تحديت فيها قديري عطيت المجهود ديالي. هادي أخ صبحي خصو يعرف يعطي الحق داول حكيت خطة تو ما طلعوا فوق الخطبة. هادي ضروري نقولو شي إلى عدد القوى اللي تيكون في داول حكيت خطة يكونوا هادي شوية يعطيو الاهتمام شوية داول حكيت خطة. الأخ صبحي خصو يعيط الناس اهتموا داول حكيت خطة يتحدوا الإعاقة يعطونا في المصح ويعطونا في السينما.